السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم أسفي مع أخي الأستاذ محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا سيدي محمد، أهلا وسهلا بك. كدير السي الطيب كريبان؟ بخير لاباس عليك. الله يحفظك مولاي يطول عمرك. الله يحفظك، الله يجازيك بخير، عواشير مبروكة. جزاك الله ألف خير، حياك الله أخويا. الله يحفظك السي الطيب كريبان، الله يجازيك بخير. أكرمك الله، أكرمك الله سيدي محمد، لا إله إلا الله. الله يحفظك السي الطيب كريبان. والله ديما في البال وكنقول كيف محمد من أسفي، كيف الصحة ديالو، كيف الحال مع الطليقة ديالو، كيف الحال مع البنية، كيف الحال مع العائلة. كنقول يا رب تشافي وتعافي يا رب. الله يجازيك بخير السي الطيب كريبان بالفضل ديالك والفضل ديال الله سبحانه وتعالى، وليت بخير وعلى خير، الحمد لله والشكر لله. الله اكبر، الحمد لله خويا، الحمد لله بخير وعلى خير السي الطيب كريبان، وليت نخدم على راسي وليت نصلي بخير وعلى خير، الحمد لله والشكر لله. الله اكبر. اخر مره تكلمتي معنا كنت محطم وكنت كتشعر بانك مهزوم وضعيف ومنكسر، ودابا الحمد لله صوتك والنبره ديالو جميلة وهادئ وثابت ورزين. تبارك الله عليك سيدي محمد. الله يحفظك السي الطيب كريبان، الله يجازيك بخير. راني شحال هذا كنصوني، بغيت نقول لك راني وليت بخير وعلى خير، الحمد لله، الشكر لله تعالى. الله يجازيك بخير السي الطيب كريبان، الله يحفظك. بارك الله فيك سيدي محمد، بارك الله فيك مولاي. اي معنا السي الطيب كريبان. الله يزيدك من فضله، الله يزيدك من فضله سيدي محمد، الله يحفظك ويرعاك. الله يحفظك السي الطيب كريبان، نهار كبير هذا. الله يرحم الوالدين، شكرا لك مولاي، شكرا لك. سلام السي الطيب كريبان، الله يجازيك بخير. سلام السي محمد، حياك الله وبارك الله فيك، حنا كنشكروك. اخونا السي محمد من اقليم اسفي كان سبق ان اتصل بنا وكان محطما منكسرا. كان المشكل ديالو انه عاش تجربه زوجيه باءت بالفشل ثم وقع له الطلاق، وبعدين راه الطلاق شيء كتبه الله تعالى، وبنات النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اثنتان منهما طلقتا، ام كلثوم وزينب. ليس عيبا، هذا بنات النبي وقع لهم الطلاق، ما وقعش اتفاق، الطلاق يكون رحمه احيانا. وبنات الكبراء والزعماء في التاريخ وقع لهن الطلاق، فلا يمكن ان نكبر هذه القضيه ونجعلها نهايه العالم. إذا تلقوا جوج في الخير مرحبا، إذا كتب الله تعالى الفراق فالأمر لله من قبل ومن بعد، لكن نخاف على مصير الأولاد، الأولاد نخاف على مصيرهم، لأن أول من يتأذى من حال الطلاق هم الأولاد. فإذا كان الإنسان يصبر ويحتسب على قبل الوليدات، يقول أنا غنصبر ونلقي ظهري للعصا ونبقى نحني الراس على قبل الوليدات، غيضحي باش وليداته يبقوا في أحضان الأم والأب ويبقى الشمل المجموع، كان أفضل، كان أفضل. لكن هناك من بلغ به السيل الزبا وقد جاءت النقطة التي أفاضت الكأس، لا يصبر، ربما قد تطور العلاقة إلى صراع وإلى عنف وإلى ما لا يحمد عقباه، قد يكون ذلك الساعة الطلاق هو أبغض الحلال إلى الله، فلا بأس. وهذا اللي وقع لسيدي محمد، وقع عليه طلاق، فما الحال؟ أنه يبدأ صفحة جديدة، صفحة جديدة. لكن سيدي محمد وقع عليه تغير في حياته وفي نفسه، ولقى واحد التغيرات غريبة، وربما شك أنه تعرض لسحر من طرف طليقته أو من حولها، لأن التغيير اللي وقع عليه شديد جدا. وإذا كان سحر، وما ما ما قوة هذا السحر؟ السحر مهما طال عمره 40 يوما، 40 يوما إذا طال، ويمكن أن يزول من الليلة الأولى، الليلة الأولى يزول السحر. بماذا يزول؟ أولا بقوة اليقين في الله، أنه لا ضر ولا نفع إلا من الله، العطاء من الله والمنع من الله، العز من الله والنصر من الله.
هذا الاعتقاد الجازم بالله أن كل ما في الوجود من ذرة إلى المجرة كله بأمر الله وقدرة الله وجلال الله. حتى إن الصالحين كانوا يقولوا واحد دعاء: اللهم اجعلني لا أسمع ولا أرى ولا أفكر ولا أشعر ولا أحس إلا بالله. وإذا فر يفر من الله إلى الله ويفكر بالله في الله، غمر حب الله قلبه. هذا اليقين يسمى اليقين. إذا عندك هذا الرصيد ديال اليقين كن مطمئن، لا شيء في الوجود يزعجك أو يضعفك أو يقلقك أو يكسرك. لهذا كنقول للأحباب الكرام، الرصيد الحقيقي الذي ينبغي أن نتنافس فيه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ليس هو الرصيد البنكي ولا رصيد المعلومات ولا رصيد الشهرة ولا رصيد الأصوات في الانتخابات، كل هذا زائل إلى زوال. الرصيد الحقيقي هو الإيمان بالله واليقين في الله والثقة في الله. إذا كان عندك راه ما يضرك لا سحر ولا عين ولا حسد ولا وباء ولا طاعون ولا فقر ولا أي خلق من المخلوقات. من كان الله معه فمن يكون ضده؟ من يستطيع أن يكون ضده؟ والله معك، والله هو العلي، والله هو الغني، والله هو القوي، والله تعالى هو الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد. أخونا محمد استطاع بقوة إيمانه ويقينه أن يتجاوز هذه المحنة، فهنيئا لك. هذا خبر صار سمعناه هذه الليلة، ليلة المولد النبوي الشريف. سيدي محمد كما أخبرتك من قبل، الاسم محمد هذا لن يخيب أبدا. الاسم محمد غادي يبقى معظما مكرما في الدنيا والآخرة، حتى إذا وقعت له هنات أو انزلاقات أو انكسارات أو وقع له شرود. مؤقت أقول مؤقت، كل من اسمه محمد لا يمكن إلا أن يكون من الذي يتولاهم الله بالعناية والرعاية. فأنت اسمك محمد، وفي بعض الآثار ورد بأن من اسمه محمد حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. وجاء في بعض الآثار أيضا أن النبي الكريم يوصي، قال: إذا سميتموه محمدا فلا تضربوه ولا تعيروه ولا تشتموه. اللي عنده شي وليد وسماه محمد، إياك أن تضربه أو تعيره أو تشتمه، اقتداء وتبركا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من عادة المغاربة أن الابن الأول في أي أسرة، الابن الأول الأكبر اسمه محمد. فأخي محمد من أسي لا تخاف ولا تحزن، أنا كان عندي يقين بأن الشدة اللي تعرضت لها رها مؤقتة وسوف تزول. دابا الآن أخي محمد ابدأ صفحة جديدة. أنصحك أولا بأن أنك تقطع حبل التفكير. عدنا احنا جميعا البشر حبل التفكير هو خط مستقيم كيبقى غادي معنا، وكل الخط الإيجابي نخليه ونزيده فيه، وكل الخط السلبي الأسود هذا نقطعه. كل مرة نقطعه ما نقوش عندنا نتعامل به نسوه. رأى عندنا مقص في الرأس في الدماغ ذهني مجازي، نقطع حبل التفكير، ننسى الماضي، ننسى الماضي كله بأحزانه وهمومه، احنا ولاد اليوم. وأقلب صفحة بيضاء، صفحة جديدة، ونعود الكونتور أزهو ونبدأ الحياة من جديد. هذه السيدة تزوجت، الله يسهل عليها، الله يكمل لها الرجاء، الله يسعدها مع أهلها. وانت أخي محمد باقي شاب صغير والحياة أمامك طويلة وعريضة. الحياة يا محمد، الحياة نعمة، الحياة هبة من عند الله، ينبغي أن نعيشها طولا وعرضا ونستمتع بها. إياك والتذمر، إياك والندم، إياك والحسرة، إياك أن تقع في براثن الاكتئاب والأحزان والهموم والكروب والشرود. إياك، الحياة جميلة والحياة طيبة وهي قصيرة، لابد أن نعيش طولا عرضا. الآن أمامك أخي محمد، جيت الصحة ديالك، بدأ العمل ديالك، اربح واحد البركة ديال الفلوس، طلب من الله الرزق، يا رزاق يا رزاق، ربي غيفتحلك باب الرزق. ثم اطلب من الله أن يلاقيك بإنسانة أخرى تكون أفضل، واطلب من الله تعالى وربي غادي يهيئ لك من أمريكا رشدة، وإن شاء الله حياتك المقبلة غتكون سعادة وبركة وتيسير. الله ينظر إلينا ويبتسم. من طمع في رزق الله الله كريم، من ولى وجهه عن الله الله تعالى جعل بينه وبينه حجابا مستورا. فاللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم، هذا أخونا محمد من أسفي قد تعرض لابتلاء شديد وشديد جدا، وأنت تعلمه يا رحمن.
يا ربي ببركة في هذه الذكرى في هذه الليلة المباركة التي ولد فيها المصطفى وولد فيها الهدى وولد فيها خير البرية سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي ببركة هذه الليلة تولى أخانا محمد من أسفي بعنايتك ورعايتك، اللهم شافيه وعافيه وداويه، اللهم ارزقه رزقا حلالا طيبا وفيرا، ارزقه رزقا كثيرا بلا تعب ولا ضنك ولا هم ولا كرب. اللهم يا ربي واختر له عروسا جديدة تكون قد جمعت صفات الجمال والبغاء والأخلاق والشمائل المحمدية. اللهم يا ربي يا كريم عوضه خيرا مما ضاع، واصرف عنه الماضي وأحزانه وهمومه، واجعله يا ربنا من أهلك وخاصتك. يا ربي كل من قال آمين ارزقه من الخير الكثير ما أنت بعلم. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.